هدخل على طول في الامور الفنيه وهروح لتحديدا فريق طلائع الجيش مع الكابتن اسامه عبد الكريم. كابتن اسامه النهارده طموح جيد للكابتن عبد الحميد بسيوني، مجموعه من التعادلات، فوزه النهارده مع مجموعه اللقاءات اللي خدمته ايضا النتيجه ممكن يقرب شويه فرقه الكابتن عبد الحميد بسيوني للمربع الذهبي، يعمل ايه عشان يوصل لهذا الهدف امام فرقه قويه زي بيراميدز؟ طبعا نادي طلائع الجيش وكابتن عبد الحميد بسيوني فاهم كويس قوي ان هو بيلاعب تيم منظم عنده كره جماعيه محترمه جدا، بيعرف يوصل للجون باسهل الطرق. متعودين مع كابتن عبد الحميد بسيوني ان كل الماتشات السابقه تقريبا بيشتغل بشغل الضغط العالي، بس تهيألي سيناريو المباراه بتاعت بيراميدز مش هينفع فيها الضغط العالي مع فرقه كبيره زي بيراميدز، بتهيألي هيشتغل ضغط متاخر ان هو يحافظ على المساحات اللي في نص ملعبه، يحافظ على ان ما يخشش فيه هدف بدري. عنده لعيبه عندها سرعات كويسه زي جدول شيكا في الحته الاماميه، قدر ان هو يستعين بموسى دياورا رجع تاني مره تانيه، واحمد زولا بيلعب في الحته الاماميه دلوقتي بدل حته الباك مكانه حسن مجدي، يقدروا ان هم يشتغلوا على الحاجات اللي فيها المرتدات ويحافظ، لان اخر لقطه ما بين كابتن عبد الحميد بسوني وبين النادي او نادي طلائع الجيش وبين نادي بيراميدز كانت التعادل 2-2 في كاس الرابطه. اعتقد ايضا من ضمن هذه المفاجات ولكن على مستوى التشكيل هروح لهذه اللقطه الفنيه، ويمكن يعني لمحت كده امام حضراتكم احماءات فريق بيراميدز وجود رمضان صبحي في التشكيله الاساسيه.